Good morning, my student. How are you? Today we will take lesson 7 from unit 8, inshallah. Open your books, page number 72. نفتح الصفحة 72. Write the date of the page. نكتب التاريخ. Today is 27 of April 2021. الآن الصفحة your page عبارة عن مراجعة لكل ما تم إعطاؤه باليونت. Exercise number one. Write about you. اكتب عن نفسك. Start with. بلش الجملة باستخدام I am أو I am not. الإشي اللي بتعمله بنحكي عنده قبله I am. اللي ما بنعمله I am not. الآن نبلش. Sitting on a chair. الآن هل أنت جالس على الكرسي؟ إذا كنت جالس على الكرسي بتكتب I am sitting on a chair. إذا ما كنت جالس على الكرسي بتكتب I am not sitting on a chair. Number two. Wearing shoes. Wearing shoes. يلبس الحذاء. هل أنت لابس الحذاء الآن؟ إذا كنت لابسه بتكتب I am wearing shoes. إذا ما كنت لابسه بتكتب I am not wearing shoes. الثالثة dancing معناها يرقص. إذا كنت بترقص بتحكي I am dancing. طبعا ترقص الآن باللحظة اللي أنت بتحل فيها التمرين. إذا كنت ما بترقص بتكتب I am not dancing. الكلمة الرابعة writing معناها يكتب. إذا كنت بتكتب بتكتب I am writing. إذا ما كنت عم تكتب بتحكي I am not writing. طبعا التمرين home work عن نفسك. كون الجمل. Exercise number two كمان homework. نشوف شو بده التمرين. Read اقرأ and draw وارسم. بدك ترسم بالمربع a bucket دلو and a spade مجرف. بدك ترسم دلو ومجرفة bucket and spade. Number two, a sand castle, قلعة رملية, and an umbrella, ومظلة. بدك ترسمهم هون. Number three, a towel, منشفة, and a shell, وصدفة. بدك ترسمهم هون. كمان exercise number two, homework. الآن ننتقل لexercise number three, complete the conversation, أكمل المحادثة بالعبارتين التاليتين. أول عبارة what a shame. What a shame يعني يا للخجل أو يا للعار. Let's help. هيا بنا نساعد. طبعا what a shame يا للعار يا للخزي يا للأسف لما يصير إشي تتذمر منه. الآن نشوف المحادثة هون. عندي ولد يعمل سانت كاسل وعندي بن وسالي. الآن سالي شو بتحكي له؟ Your brother is making a sand castle. يعني أخوك عم يعمل سانت كاسل قلعة رمال. شو حكى لها؟ Come on سالي. Come on سالي. هيا يا سالي. Let's help. خلينا نساعده. إذا نكتب بالفراغ الأول Let's help. هيا بينا نساعده. لما راحوا يساعدوه بن زحلق على شو؟ على الشغل اللي اشتغله الولد. فشو حكى؟ Oh no. الولد شو حكى؟ My sand castle يعني قلعة الرمال. شو حكت لهم سالي؟ What a shame يعني يا للعار يا للخزي يا للأسف. بنكتب هون what a shame. نكتبها مش بنوصل. أنا بوصل مشان ما أكتب. What a shame. بنكتب هون what a shame. ننتقل الآن لكتاب التمارين. Open your activity book page number 78 صفحة 78. Write the date of the page. Today is 27th of April 2021. هاي التاريخ. ننتقل الآن. Try it. جربها. الصفحة كمان عبارة عن مراجعة. Exercise number one. Make these sentences negative.
حول الجمل التالية لنيجاتيف لنفي. الآن حكينا النفي كيف بنفي الجملة؟ بدخل على الجملة not. الآن الراجع النوت وين بدخلها؟ بعد الإز وبعد الآر وبعد الآم بنضيف النوت. الإز بتصير إز نوت، الآر بتصير آر نوت، والآم بتصير آم نوت. الجملة الأولى I am، هون عندي آم، شو بتصير؟ I am not. عندي I am eating a sandwich، أنا باكل ساندويتش، شو بتصير؟ I am not eating a sandwich، أنا مش عم باكل ساندويتش. نمبر 2 she's، الإس هاي اختصار لإز. she's playing the guitar، she's playing the guitar يعني هي تلعب أو تعزف على الجيتار، شو بتصير؟ she is not playing the guitar. نمبر 3 they are running، بتصير they are not running، هون بدخل النوت. نمبر 2 التمرين الثاني match and complete، وصل وأكمل. use our بمعنى لنا، our لنا، and their لهم، their لهم، نكتب our لنا، their لهم. نبلش بالجملة. الجملة الأولى شو بتحكي؟ It is not our deck chair، يعني إنه ليس الكرسي المسطح، هذا الكرسي المسطح ليس لنا. طب إذا ما كان إلنا لمين بده يكون؟ إلهم. It is their deck chair، إنه لهم. It is not our umbrella، إنها ليست مظلتنا، هاي المظلة مش إلنا إحنا. إذا ما كانت إلنا لمين بدها تكون؟ إلهم هم. It is their umbrella، إنها مظلتهم. أوكي الصورة الثانية It is not our bucket، إنه هذا الدلو مش إلنا إحنا. إذا ما كان إلنا لمين بده يكون؟ إلهم. It is their bucket، إنه الدلو لهم. It is not our towel، مش منشفتنا. It is their towel، إنها لهم. الآن نكتب معاني الكلمتين our لنا و their لهم. آخر تمرين write my three favorite words، اكتب الثلاث كلمات المفضلين عندك، homework واجب بيتي. تختار ثلاث كلمات مرقوا معنا باليونت وبتكتبهم بالفراغ. هيك أنا هنا الدرس لليوم، good luck ويعطيكم العافية.